لو ما نحب الرياضة هذه ما جمعناكم. نحن الحين نحن تحسبون يومين نحن نحضر نحضر مغصوبين؟ لا والله ان نحضر لان نحب. يقول القصايد ما هي ابيات وحروف، فكرة جزله ومزملها شرفه، وضيفه ما هو من يز الضيوف، شاعر صاغ القوافي واحترفه، انفزع صفه يميل بصفوف واروع ابيات القصايد، لا عزفه كانها نقش من اخضاب الكفوف، عروايب ليزهيها ترفه، كانها نقش من اخضاب الكفوف، عروايب ليزهيها ترفه، تعتلي باسمك على روس الشروف، في دراك وفي حماتك مقتنفة، يا شرف سجل شرف هذا الوقوف، وقفة في صفحة التاريخ، ضفة في حضور الغيم والودق القنوف، ترتوي ساحة هل الهجن بكنفة، موسمية كأنها الغيث الهتوف، يودها فزاع من يود شعفة، موسمية كأنها الغيث الهتوف، يودها فزاع من يوده شعفة، بيرق الناموس عدوله كشوف، والأسامي حاضره كل عرفة، فوزهم واحد على كل الظروف، فكرة يسمو بها سامي هدفة، للتنافس حق واضح ومعروف، تثري الساحة ويتزايد شغفة، وكاسب البيرق كسب للمجد نوف، فرحته فاقت وصوف اللي وصفه، من فضل شيخ على شعبه عطوف، نظرته ما هي من طارف طرفه، كأنها كن فيها فلسفة من فيلسوف، من بنات أفكار فكره قد عسفه، تشبه عمار السيوف أم السيوف، لحضرت في الشوط ما بين كلفه، فارقة ويشوفها اللي ما يشوف، ما تخيلها الخيال ولا اكتشفه، ما تخيلها الخيال ولا اكتشفه، والسموحة يا أبو العمر. نحن جمعناهم لأن هم يعني المحرك الرئيسي للمؤسسات الكبيرة، نبقى نسمع لأفكارهم، نبقى نسمع شو التعديلات اللي نقدر نعدلها في خاصة في البيرج، وصراحة تفاجأت، أنا كنت أتوقع أن بنحصل 70% أفكار يعني سلبية، بس بالعكس حصلنا يمكن حوالي 90% إيجابية، كلهم إيجابيين وكلهم يابوا لنا أفكار، طبعا الأفكار اللي هم يابوها نحن بندرسها ومفروض أن نقدمها لهم، والحمد لله أنا أشوف كل حد راضي، وهذا أهم شيء. كان اجتماع فعلا إيجابي طويل العمر بتوجيهاتكم. اليوم السنة الثانية للبيرك، تقييمك للتجربة هذه طويل العمر؟ شوف عندنا، عشان أكون صريح أنا مع هذا، عندنا ثغرات لازم نعدل فيها، وطبعا هاي نحن ما نقدر نعدل في يوم وليلة، طبعا الحين ماشي البيرق على آخر الموسم، ولكن البيرق السنة الجاية بيكون متميز إن شاء الله. شعار بن غدير طويل العمر تقريبا بنسبة كبيرة حسم المركز الأول، يستحقون منه نحن حتى كلجنة كلمة منكم طويل العمر لهذا الشعار اللي قدم مستويات كبيرة. شوف أنا دائما هيثم بعد خط النهاية أقول ناموس، ما أقول ناموس قبل خط النهاية، إن شاء الله إذا هم يعني كملوا واصلوا ناموس لهم، وناموس مو بس لابن غدير، ناموس لكل واحد مشارك. أعلنت طويل العمر أيضا بردة فعل سريعة منكم وغير مستغربة أن الكل اللي مسجلين راح يكون لهم أيضا تشجيع وتكريم خاص نهاية الموسم. هذا أكيد، هذا أكيد، هم مثابرين وشجعان ونحن نكرم الشجعان. هذه المناسبة طويل العمر السنة القادمة نتوقع زيادة عدد أكبر من المسجلين في الجائزة. طبعا هذا اللي نتمناه نحن، وبعد الأفكار اللي حصلناها اليوم بتشوف أعداد يعني كبيرة بتشارك. طيب عمرك هاي لربعك من استويت أنت في الركض وهم معاك دائما، وأنت تخالطهم في مجالسهم شو تحب تقول لهم السيخ؟ أنا أحب أقول لهم أن نحن نعيش نفس الحياة زين، ومشاكلهم ترى مشاكلنا نحن، وفرحتهم فرحتنا نحن،
واهم شيء ان نزيد رضاهم ونفرحهم اكثر. طويل العمر استغل وجودك معانا للجماهير الكبيره تتكلم عن هجن العاصفه، الاداء المميز هذا الموسم في جميع هذا الموسم او هذا الختام. انا تكلمت معاك العام وقلت لك بتشوف هجن العاصفه السنه الجايه غير، وان شاء الله تستمر على هالمستوى. شويه ماخذين في خاطرهم على السعوديه في اخر في اليوم الاخير في السيف. لا، هذا في غلطه بسيطه صارت عندنا، والغلطه يعني عرفناها، بنتجاوزها ان شاء الله وبتشوفون. طويل العمر قدمت للعالم قبل يومين بطوله حكوميه في فكره خلاقه. أنا لو بطلع برا الموضوع، لكن إحنا يعني في البرنامج تفاعلنا معاها في بطولة الألعاب الحكومية في نسختها الثانية، تجربة فريدة. شوف، أنا دائما أؤمن يا هيثم الفريق الواحد. نحن دائما إذا عندك فريق وحمست الفريق وسويت الجهد كفريق واحد، نقدر نوصل إلى مراكز أولى. يعني مثل ما جمعنا الحين ربعنا الحين عشان نكون كفريق واحد. ممتاز. طويل العمر اخيرا، ما نبغي ناخركم على الاشواط، ختامي المرموم هذا بيكون ختام الختاميات، توقعاتك الباكر هجن اصحاب السمو الشيوخ كيف بيكون شكلها بكره في الذكريات؟ والله غياث الهلال يبشركم خير ان شاء الله. مبتسم ان شاء الله. شكرا طويل العمر.